هذه اللعبة عبارة عن غذاء للروح وتعقيم للعيون، وإذا تزوجت وما عندك فلوس تروح للمالديف فأنصحك تدخل باتل فيلد في، وراح تستمتع بالأجواء الرومانسية المليئة بالمناظر الخلابة. وصراحة أنا ما كنت أتذكر إنه باتل فيلد في خرافية لهذه الدرجة، وتوقع السبب إنه إحنا ظلينا نلعب ألعاب جودتها جدا رديئة والمدة طويلة، يعني تقريبا هاي آخر 3 سنوات ماكو ألعاب زينة، وكلها ألعاب شوتر سيئة مضرة للسمع والبصر. وبعد هذه المدة الطويلة ألعب كول أوف ديوتي وألعاب سيئة، يعني أجبر روحي عليها لأنه أقول ماكو ألعاب ثانية، فقلت ليش ما أحمل ألعاب قديمة مثل باتل فيلد في وأشوف شعوري، ويمكن شغفي بالألعاب الشوتر راح يرجع مرة ثانية. اللي صار هو انه انبهرت عدد جمال السمع والبصري اللي بهذه اللعبة، فهي لعبة سلسة الى درجة ما تتخيلها، يعني الموفمنت بشكل عام والسرعة، الايم داون سايد سبيد، بالركض، بالسلايد، بالميكانيكية نفسها مال اللعبة، سلاسة والاوبتمايز اللي بيها شيء خيالي. الاف بي اس يقرا عندي 200، مع العلم الجرافيكس اللي بيها يتفوق على الالعاب الحالية وبكل سهولة. باتل فيلد بي هو اخر جزء نزل من سلسلة باتل فيلد اللي كان بجودة ممتازة. عندك مثال ثاني عن الألعاب الممتازة هي مودرن وورفير 2019، والألعاب اللي تنزل بهذه الجودة بيها فالسحر معين يخليك دائما متحمس انه تلعبهن، وبنفس الوقت يخليك تنسى كل ضغوطات الحياة من الدراسة، من الشغل، من المشاكل العائلية. اما الألعاب اللي نزلت بهذه الفترة اللي تكون جيدة جدا مثل باتل فيلد 2042، طبعا قبل كانت اللعبة بالمستوى السيء جدا، بس بعد تحديثات لمدة 4 سيزونات اللعبة صارت جيدة جدا، بس نهائيا ما راح توصل للممتازة، لان الالعاب الممتازة تبين من اول سيزن لها. بس المطلوب من عندك انه تسوي اي نوع من التفاعل، اذا كان لايك سبسكرايب او تشارك الفيديو او تشوف الفيديو من البداية للنهاية. طبعا هذا النوع من التفاعل هو الاقوى بيهن، ويخلي اليوتيوب يقترح الفيديو الاكبر عدد من الناس، وراح يفيدني بشكل مو طبيعي. وبالمقابل راح ادلك دلال فيديوهات باتل فيلد، ووعد من عندي انه راح انزل لك 3 فيديوهات باتل فيلد واحد ورا الثاني، يعني بعد هذا الفيديو راح يكون اكو 3 فيديوهات باتل فيلد. اذا شفت تفاعل كلش قوي، ومتاكد راح يكون اكو تفاعل كلش قوي، لان جمهور باتل فيلد دائما يبيض وجهي دائما. بس بسرعه روح جيب شيء تاكله وتشربه، خاصه الحبشكلات اللي انت تحبها، لان بهذا الفيديو راح تتونس. اسعدني رؤيتك. اهلا بيك حبيبي. حلو. اميزنج، بداية جيدة. الاعداء في المقدمة الان، لا تدعوهم يفوزون بهذا. هلا بعد راسه؟ حلو. والله شنو هذا بالنار؟ كل عقيدة بالنار هنا. الله صديق الحنون، ده انت وين رحت صديق الحنون؟ دام ناكل. الو من بين خربنا. طبر اوه علاوي بدا يحترف، بالله الكريم بدا يحترف علاوي. صباح النور حبيبي. حلو. علاوي بدا يلعب. خوش ما باي صراحة. حبيتها. مرحبا. مرحبا يا اهلا وسهلا. هذا مسدسي عبارة عن ماخذه من بي بي تي في. جربه. شنو هذا؟ الله شنو هذا؟ لا تقول لي شي دمجه. لا تقول لي شي دمجه، هذا طبيعي. وينكم؟ اليوم اسوي لكم كباب مشوي. هذا يسوي ريلود. حلو هذا ما ادري ريلود. بس ما وينهم ما ادري. الله 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 شنو هو؟ ايش قد قوي؟ هذا طفر.
ذاك العقيد ابو النار. شنو هذا؟ طالي دم الشريف. والله شريف، والله العظيم شريف. شنو هاي؟ زين انا شكو اكو كاتانا. اوقف جيب الكاتانا. والله تاكل الشريفي شري لك. والله شرفه هنا، انا الشرف بحد ذاته بهذه اللعبه. شرف ينقط من عندهم. يوم لقت لي واحد بهذا كاتانا. يلا تعال 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 شلون تتباع منه؟ والله شوي خل ابا وياك خل تهمه. اخ يا ابي ما ارد ابا وياك. الله 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 صاحبنا انثرم ثرم. والله ذي كتلهم هذا. لك وخر وخر خل اكتل وخر. انا ليش امد راسي من انا اذا اعرف انه اني يا اخي ليش امد راسي منه؟ والله ما ادري يعني ما مدى عارف الغايه. ما هذا المكان لا تطبون به رجاء. الله والله جبت نوسكوب ابلع. يلا جيبه جيبه جيبه. تعال هذا من فيديو بس هذا دموت. لا لك شريف 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 ماكو ماكو الشرف هنا. ماكو هنا الشرف والله العظيم هنا. تعودت على قذارة كول اوف ديوتي. هنا ناس محترمين والله. يابا غير جيم يابا زيادة تونست بهذا الجيم. يا يابا ما بشكله يجنن. الله كبر ومات. اوكي لا شو ما جبتنا على لا. اوه والله فلك الزين يا بي. لك ايش دا اسوي فيه؟ ما استمتع العب اللعبه صار لي قرمه لعبه. اجل المساعده داش وشي دا ارمي على الطلق. طلع راسه. والله رجعنا بار في جي. لك هاي الماب تجنن تجنن هاي الماب. والله القد ما كول اوف ديوتي خايسه قمنا نشوف كل العاب حلوه قمنا نعرف قيمتها. مزعف كذا سوي مضوله. جيب الدم لك جيب الدم من العين. دمي طبر طبر. شو ما جبته لك شو ما جبته. لا 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 يا ابوي اللعن ام الحماس. لا اسمع ناس قريبين هواي. والله ذول ايش قد نطلع هيد شوت. كلك دخانة هواية هنا. ليت لاوة هذا. راسك. ويمنا.
لا شو ما جت هيد شوت لك اخ لك ايش قد لعبه سلسه هيك تحس انه تقدر تحترف براحتك تلعب باحترافيه. لا 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 هذول في كل مكان. لا بدأوا يقتلوني. هذا مو خوش كله تبغى هذا الجيم. هذه مو النهاية فقط بداية وتحميل المقاطع القادمة. راح يشوفون الاحتراف يصير أكثر وراح يشوفون الفن يزيد بعد أكثر.